مساء الخير جميعا، بنرحب فيكم اليوم في اليوم الرابع للأسبوع الافتراضي للتعريف بالجامعة. معانا اليوم الدكتورة أروى عبد الحي، عميد كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها، والمهندسة روان المجذوب، رئيس قسم التصميم والتواصل البصري في كلية العمارة والبيئة المبنية. اليوم رح نعرض فيديوهات تعريفية بالجامعة وفيديو مع خريجين من الجامعة، وطبعا زي كل يوم رح ناخذ أسئلتكم ونجاوب عليها. هلا رح نبلش مع الدكتورة أروى عبد الحي، عميد كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها، رح تحكي لنا عن الكلية بشكل عام. تفضل الدكتورة. شكرا جزيلا. بداية بحب أرحب بجميع المتابعين إلنا واللي عندهم شغف يعرفوا عن الجامعة الألمانية. أولاً كلية هندسة الموارد الطبيعية بتضم قسمين أكاديميين تحت مظلتها. القسم الأول هو قسم الهندسة المدنية والبيئة، والقسم الثاني هو قسم هندسة الطاقة. الآن القسمين الأكاديميين هدول بيمنحوا درجة البكالوريوس في التخصصات اللي ذكرتها الآن. فيما يخص الهندسة المدنية والبيئة، للي بيحب يعرف فكرة عامة عن التخصص، هو التخصص بيضم مجالات معرفية مختلفة، من بينها هندسة الإنشاءات، هندسة المواصلات، الهندسة الجيوتقنية، وهندسة المياه والبيئة. فهي هاي الأفرع الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية والبيئة. بالنسبة لمجالات العمل، هي مرتبطة بشكل وثيق بما ذكرته من تخصصات، فممكن يكون المهندس يعمل بهندسة الإنشاءات أو بمثلا مجال المياه والبيئة ومتعلقاتها، من كل ما يخص بالهيدروليكس، مجال معالجة المياه، مجال الهندسة الجيوتقنية اللي هي الأساسات والفاونديشن وما إلى ذلك، وهندسة المواصلات أيضا. الآن بالنسبة للتخصص الثاني اللي هو هندسة الطاقة، أو قبل ما أنتقل لهندسة الطاقة، الهندسة المدنية والبيئة هي إلها في المظلة العامة طالب بينفصل في مسارين أكاديميين اللي هو الهندسة المدنية العامة وهندسة المياه والبيئة، وهذا الحكي بيتم في السنة ما قبل الأخيرة، خلينا نحكي تقريبا من دراسته الأكاديمية. الآن فيما يخص التخصص الثاني اللي تحت مظلة الكلية هو هندسة الطاقة. هندسة الطاقة أيضا بتفرع لمسارين أكاديميين اللي هي هندسة الطاقة المتجددة وهندسة القوة أو الباور إنجينيرينج. الآن هندسة الطاقة بشكل خاص، وهي من أحد التخصصات اللي مش مطروحة إلا بالجامعة الألمانية، لأنها بتركز على شيء متعلق بشكل وثيق بالتنمية المستدامة أو sustainability لحتى للبلد يعني، وهي بتتعلق بأولويات حتى أولويات البحث في البلد. وإذا لاحظتوا أنه الكلية فيها المياه وهو priority خصوصا في الأردن، وأيضا الطاقة المتجددة زي ما حكيت. فبالتالي اللي بيدرس هذا التخصص بياخد الويند إنرجي، بياخد ما يتعلق بالسولر إنرجي، بياخد ما يتعلق بالطاقة المتجددة زي مثلا البايو غاز وما إلى ذلك. الآن في التخصصين بشكل سريع، الطالب كأي زي ما حضرتوا أكيد في الفيديوهات السابقة أنه الطالب لازم يقضي السنة الرابعة في ألمانيا، ففي عنا أكثر من جامعة شريكة بتغطي التخصصات اللي ذكرت، وبتعطي مواد متعلقة بهاي التخصصات، بالإضافة إلى الشركاء اللي من القطاع الصناعي اللي فيها الطالب بيقضي فترة التدريب أو الانترنشيب تبعته لمدة تقريبا 20 أسبوع، وهي هاي واحدة من النقاط القوية بالنسبة للجامعة الألمانية، لأنه بيكتسب
خبرة خبرة عملية خليني أحكي عميقة، لأنه بيتدرب في أحد الشركات يعني المتطورة خلينا نحكي في دول العالم الأول. فيما يخص الدراسات العليا أيضا، الكلية بتضم رقم واحد البرنامج الحالي واللي هو تم افتتاحه من 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 سنوات، اللي هو بيدمج أو خلينا نحكي بيضم وبيعمل سينيرجي بين التخصصين اللي هو هندسة البيئة وهندسة الطاقة، وبيحمل اسم هندسة البيئة والطاقة المتجددة. فهذا الماجستير شغال الآن، وهو يعني بعتبره أنا نموذج ناجح في الكلية. سيتم افتتاح برنامج ماجستير جديد إن شاء الله، رح يبدأ القبولات فيه، بلشت القبولات لكن رح نبلش التدريس فيه في شهر 10 إن شاء الله القادم، واللي هو ماجستير المياه والصرف الصحي والصحة العامة في القطاع الإنساني، اللي هو Humanitarian Water Sanitation and Hygiene. وهو هذا من أحد الـ النقاط الإيجابية أو الإنجازات اللي تحسب للكلية، لأنه هو يعتبر ثالث برنامج على مستوى العالم في هذا التخصص، وتاني برنامج ناطق باللغة الإنجليزية في هذا التخصص، لأنه لا يوجد أي جامعات تانية ما عدا جامعة في بريطانيا بتطرح هذا التخصص في خصوصا في القطاع الإنساني. فهو هاي من أهم الإنجازات اللي موجودة واللي تم عملها عن طريق دعم مالي من المؤسسات عالمية ومؤسسات غير ربحية في 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 هذا السكتور وهذا القطاع بالذات. طبعا أنا بتمنى إنه إذا في أي نقاط ما قمتش بتغطيتها بهذا الموجز السريع للكلية، إنكم تقوموا بطرحها على مباشرة على المنصة، وأنا بكون أكثر من سعيدة إني أجاوب عليها. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة، وأكيد هلا رح يكتبوا أسئلتهم معنا باللايف. هلا رح نحكي مع المهندسة روان المجدوب، رئيس قسم التصميم والتواصل البصري في كلية العمارة والبيئة المبنية، عشان تشرح لنا بشكل عام عن الكلية. تفضل مهندسة. كيفكم؟ برضو أنا بدي أحكي مبروك كتير للناجحين، وإحنا كتير مبسوطين إنه هلأ جايين دفعة جديدة عنا بالجامعة. بدي أحكي عن كلية العمارة والبيئة المبنية اللي هي School of Architecture and Built Environment. هاي الكلية بتضم تخصصين Bachelors وتخصصين Master's Program. الباتشلرز بروجرامز اللي هن عنا الاركيتكتشر اند انتيرير اركيتكتشر، وعنا السكند اللي هو ديزاين اند فيجوال كوميونيكيشن. الاركيتكتشر طبعا كل حدا بيعرف، يمكن هندسه العماره وهو يعني تخصص صار له سنين فاتح من 2006. طلابنا بيقدروا يشتغلوا بهندسه العماره، بيقدروا يشتغلوا بالانتيرير حتى، وبيقدروا يشتغلوا باي شيء بضم التصميم وبخصص بالتصميم. وفي كتير طلاب عنا they choose انه يطلعوا ماسترز او يكملوا عنا، كتير في طلاب كملوا عنا من ماسترز بروجرامز تبعونا. وفي التخصص الثاني اللي احنا بميزنا كتير بالجامعه او حتى بالاردن اللي هو انتيرير اركيتكتشر. معظم الجامعات بالاردن في انتيرير ديزاين، بس احنا عنا انتيرير اركيتكتشر، فبيطلع الطالب بتسجل بنقابة المهندسين بيطلع مهندس ديكور، وهي مو موجودة بجامعات التانية، وهذا إشي كتير بخص يعني بيميز طلابنا، بيقدر يشتغل إكستيرير وإنتيرير. التخصص اللي أنا رئيس قسمه اللي هو ديزاين أند فيجوال كوميونيكيشن، وبحس في كتير ناس بتكون مش عارفة إيش هو، لأن هو ريلاتيفلي تخصص جديد، اللي هو الناس يمكن كانت تعودة على إشي اسمه جرافيك ديزاين. Design and Visual Communication إشي كتير broad أكتر، فيه 4 streams تحته. الستريم الأول Product Design، الثاني Animation، Graphic Design جزء منه الثالث، والرابع Filmmaking. وطالب بسنة أولى وبسنة تانية بدرس تقريبا كل هاي الأربع تخصصات أو الأربع مجالات أو streams بنحكي عنها بدرسها، وباي ذا ثيرد يير بصير ينقي المواد اللي هو بحبها. فبيجي الطالب بسنه اولى وثانيه بشوف انه بقول انا ممكن حبيت صناعه الافلام، او انا حبيت صناعه الافلام المتحركه، فبصير بده يتخصص فيها اكثر. والحلو عنا وكمان بيميزنا احنا كجامعه وككليه انه بياخذ من المواد الاختياريه الالكتيفز الشيء اللي هو حبه او حس حاله
شاطر فيه، زي مثلا لنفرض اذا اخذ انيميشن بياخذ كل الالكتيفز بالانيميشن، وقت يروح على جامعه وسنه المانيا بروح على الجامعه الهوست يونيفرسيتي اللي هي متخصصه بالانيميشن، وبدور بانترنشيب متخصص بالمجال اللي هو حابه. فهذا إشي بيخلي الطالب كتير يركز على الإشي اللي هو متميز فيه. والأربع مجالات عنا كتير مطلوبة هلأ بالأردن، لأنه it's a booming industry. يعني وتفكروا بالفيلم ميكينج وتفكروا بالأنيميشن، it is booming، صار لها يمكن 20 سنة ما في كتير ناس بتشتغل فيها. طلاب بمجال العمل كتير عم بيلاقوا شغل، ومجالات عمل كتير كبيرة، تقريبا كل الشركات بدهم ديزاينرز whether إلهم خاص بالديزاين أو لا. يعني أنا personally كتير بيجيني بسألوني بدنا طلابكم مين عنا، بدنا نيجي نشوف مشاريعهم التخرج. يجي بمشاريع تخرج كمان نعمل exhibition، بيجوا ناس من الصناعة بيحضروا مشاريع طلابنا whether بالarchitecture interior architecture أو design and visual communication. وهذا إشي عن جد we take pride in. أهم إشي اللي هو ربطنا مع الصناعة المحلية، ومعظم الأساتذة اللي عنا في نسبة كتير كبيرة اسمهم industrial professors، ناس من الصناعة هن بيجوا بدرسوا. فالطالب عنا بيكون تقريبا متهيئ بهاي الخمس سنين إنه يرتبط تماما مع الصناعة، بيكون already مشتغل مع شركات وبدأ يعرف. إحنا كتير مرات بوقت مشاريع تخرج طلابنا they get hired، بيجوا ناس head hunters بدوروا بدنا الطلاب وبيوصفوهم on the spot، وصارت أكتر من إشي. وهذا إشي كمان كتير بيميز عنا بكليتنا. وفي بدي أحكي كمان عن الماسترز بروغرام اللي عنا بالأركيتكتشر، 2 ماسترز بروغرام، سبيشل بلانينج اللي هو تخطيط المدني، والتاني اللي هو أركيتكتشرال كونزرفيشن الحفاظ المعماري. وبرضو هذا مجالات العمل تبعته، الأول تبع سبيشل بلانينج هو تخطيط مدني، بخططوا مدن، بيشتغلوا مع شركات كبيرة، والتاني كونزرفيشن بيعملوا إشي رينوفيشن، بيعملوا إشي اسمه أدابتيف ريوس، يعني بيروحوا بيشوفوا مبنى قديم بحسنوا المبنى القديم أو بغيروا إعادة استعماله، ممكن يكون مبنى مدرسة بيحولوا لأوتيل أو يعني هاي examples عشان نفهمكم. فهدول الماسترز بروغرام they're doing excellent، يجي بيجينا كتير عدد ناس بدهم يدرسوا فيه، و it's very selective، بناخذ اللي بكون عن جد passionate وعنده background منيحة وبقدر يزبط بهاي الماسترز بروغرام. فهذا هو كل إشي عندي for now، و I'm looking forward أشوف أسئلتكم إن شاء الله نجاوب عليها زي ما بدكم. Thank شكرا you. مهندسة. خلونا نحضر مع بعض فيديو عن تجربة عدد من خريجين الجامعة والصعوبات اللي واجهتهم وكيف صارت حياتهم بعد الجامعة. اسمي عبد الرحمن، عمري 24 سنة ودرست هندسة معمارية. اسمي فيصل الصفدي، عمري 22 سنة ودرست Logistics Sciences. أنا اسمي سارة، عمري 23 سنة درست Architecture. أنا مشعل الفايز وعمري 25 سنة درست Design and Visual Communication بالجامعة الألمانية. السنة الأولى كانت سنة مفاجآت، دخلنا الجامعة ما بنعرف إيش يعني عمارة ولا يعني Architecture، ناس بترسم وأشياء حلوة، بعدين فجأة نكتشف إنه في سهر وفي تعب وناس عم بتحول من التخصص. لكن بعد فترة، هاي طبعا سنة أولى، بعد فترة بتيجي معنا سنة ألمانيا والتعويد إلى أن نوصل لمشروع التخرج. درسنا في مادبة، وفي النهاية كل الجامعة ظلت في مادبة إلا إحنا كالعادة لازم ننتقل، رحنا على وسط البلد على دارة عثمان بدير. فتكنيكلي درسنا بين ألمانيا والأردن بين 5 لـ 6 أماكن، وهذا إشي كتير كان مميز. الجامعة الألمانية بشكل عام بتشجع على النشاطات اللامنهجية، بغض النظر كانت نوادي طلابية، كانت فرقة موسيقية، كانت مبادرات بشكل عام بتشجع عليها. لإلي أنا كانت هي الغناء، كنا أنا كواحد من المؤسسين للفرقة الموسيقية كنا نأخذ سفرات، كنا نأخذ دعم مادي، كنا نأخذ دعم حتى المعنوي، إذا بدنا ناس تدربنا ناس تشتغل علينا موجود. فأنا هم بدي أوجه شكر لعماد شؤون الطلبة، بالذات الأستاذ فواز صقار تعب معنا كتير، كل الشكر طبعاً. أول سنة كان فيها كتير صعوبة، يعني دخلت بإكسبكتيشنز عالية بس ما صار اللي كان نفسي فيه. كانت الأمور يعني حسيت بصعوبة كبيرة، خصوصاً بالدراسة بالعلامات بالسوشيال لايف بكل شيء، كانت مرحلة انتقالية صعبة بالنسبة لي.
بس لما أقارنها مع آخر سنة إلي بالأردن اختلاف كتير كبير. تغيرت شخصيتي أنا، صرت سوشيبل أكتر، علاماتي ارتفعت بكتير، يعني الحياة صارت حلوة، صرت أحب الجامعة كتير. فيعني آخر سنة كانت إكسبيرينس كتير حلوة. أحلى إكسبيرينس عندي بجي جي يو كانت بطبيعة الحال سنة ألمانيا، هي أحلى سنة بحياتي، تعلمت فيها كتير، حسيت حالي هيك إنديبندنت فيها كتير، تعلمنا كتير أشياء، خبرات فيها مفيدة للحياة. فهي سنة من العمر كانت، وبتمنى إني أعيدها كمان مرة. هلا حالياً بعد التخريج عم بدور على شغل، في شوية صعوبة، في يعني انترفيوز ومن هالحكي، بس إن شاء الله يعني إن شاء الله سوم بصير خير. اكسبيرينس تاعتي بسنة أولى بالجامعة كانت يعني أغلبها إنه كنت يعني مش كتير فاهمة إيش اللي عم بعمله، كنت إنه بس عم بعمل الأشياء اللي عم بطلبوها الدكاترة نعملها. أما بسنة خامسة وضحت الأمور كانت لي يعني بشكل كتير كبير، وكنت واضح إنه عم بعمل إشي out of passion عشان كنت حابة الإشي اللي عم بعمله، فعشان هيك كنت كتير إنه مستمتعة بغض النظر إنه كان كتير فيه ضغط الشغل اللي عم نعمله. My best experience بالجامعة كانت أظن أكيد زي أي كل حدا بالجامعة هي سنة ألمانيا. بسنة ألمانيا تعلمت كثير أشياء، وتغيرت أنا بشخصيتي للأحسن بالنسبة لي، وتعلمت أكون responsible أكثر وindependent، وكانت مفيدة ومسلية بنفس الوقت. هلأ أنا بعمل بالي من عمري 6 سنين، وأكيد لما دخلت الجامعة ما كنت حابة أوقف هذا الإشي، فإنه ما بقدر أحكي الجامعة سهلت لي هذا الإشي صراحة، عشان الجامعة دراسة خاصة architecture كثير ضغط. بس إنه إذا الإنسان بده يعمل الإشي فإنه he can do it من عند يعني he can do it إذا هو عنده هاي النية الموجودة. فأنا ضليت أكمل إنه أدرس بالي وأدرس بنفس الوقت أولاد صغار، ولهلا I'm still doing it حتى مع الشغل. الفرق كان بين السنة الأولى والسنة الأخيرة إشي خرافي. أول سنة كنا كتير ضايعين، ما كنا عارفين شو عم نسوي، كنا نتهبل نخترع concepts أشياء غريبة ما لها داعي. بس بعدين شوي تعلمنا، فصرنا شوي نفهم شو concepts أول إشي وأهم إشي يعني. لآخر سنة يعني شوي بلشنا نحترف، احتراف بس إنه بلشنا نفهم شوي شو كونسبت وشو كيف نعمل كونسبت وكيف نطلع ديزاينز وكل هاي الأشياء. هلا أحسن إكسبيرينس كانت بالنسبة لي كل الدراسة بالجامعة الألمانية كانت سنة ألمانيا، اللي هي أكثر شيء تعلمنا كيف نكون مسؤولين ونعتمد على حالنا، نلاقي شغل بألمانيا بلد مش كثير سهل، كيف نتعامل مع سيستم جديد بجامعات، سيستم حياة جديد، كل هاي الأمور يعني تعلمنا كثير أشياء استفدنا منها وكانت حلوة مفيدة. وبشتغل بمجال تخصصنا اللي درسناه كفريلانسر، كفوتوغرافر وجرافيك ديزاينر وفيلم ميكر. دخلتها زي ما حكيت كانت مفاجأة، بس في النهاية كانت يعني أحسن قرار تقريباً اتخذته في حياتي إني دخلت هندسة معمارية. أول إشي أنا كنت بمانجمنت ساينسز، بعدين لما أخذت عن لوجيستكس وسمعت عنه وقرأت عنه كتير وحكوا لي كتير ناس عنه، فقررت إني أغير تخصص لأن شفت حالي بهذا التخصص. عم بدور على إشي فيه كرياتيفيتي وفيه آرت وبنفس الوقت فيه ساينس، فحسيت إنه هندسة عمارة هي أكثر إشي بتجمع بين هدول الأشيين. بالصدفة كنت ناوي أدرس هندسة عمارة، بس بما إنه معدلي كان تحت 80 فاضطريت أدخل التخصص اللي بعده بنفس الكلية. التخريج، يوم التخريج كان يوم غريب. الواحد بحس بعد كل السنوات الطويلة هاي، كل السفرات، كل الانتقالات، فجأة خلصت. بس اللي ببسطك هذاك اليوم إنه كل الناس حواليك مبسوطة، الأهل والقرايب والدكاترة، حتى السيرموني نفسها كانت كثير حلوة. كان يوم كثير حلو، كان غريب شوي يعني، كنت متفاجئ إنه حتخرج، يعني إنه الأيام مرت كثير بسرعة. بس كان يوم كثير انبسطنا فيه، كان برضه يوم كثير حلو بحياتي، وعن جد I'm proud إني أنا تخرجت من GJU. كان كثير يوم حلو عشان كانت هي صمت لكل السنة، كل السنين اللي درستهم بالجامعة، فكان زي إنه الفينالي تاعت كل 5 سنين. لا أنا تخرجت بشهر 1، كان تخريجنا كثير متأخر بشهر 11، كنت مبلش شغل، بس كان حلو الشعور يعني، الواحد هيك حس حاله انتهى من الجامعة، خلص انفصل نهائي منها وخلص كل شيء، حسينا بالإنجاز يعني وقتها. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي،
أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع عليك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي. وهلا بعد ما خلصنا الفيديو رعد بدي أسألك كيف كانت أول سنة إلك بالجامعة وكيف حابب تكون باقي السنوات وليش تخصصت بالجامعة؟ تمام. هلك بداية أول سنة عندي كانت عبارة عن مصيبة. يعني مو فاهم إيش لازم أعمل بالجامعة لأنه بشكل عام عندنا الجامعات بالأردن كثير بيختلفوا عن الجامعة الألمانية كسنة أولى كتخريج ككل إشي تقريبا حتى من طريقة التدريس للدكاترة كل شيء بيختلف. صار معي كثير مشاكل بالجامعة السنة الأولى تعملوش زيي بس قضيتها بالعمادة. ويعني قررت أنه هيك ما بصير ولازم أتحسن. حاليا أنا بالجامعة عم بساعد كثير عم بشتغل بالتسجيل وبساعد العمادة وبساعد الرئاسة يعني وإن شاء الله السنوات الجاية كلياتها تكون نفس الإشي. والصراحة متحمس للتخريج والشغل وهيك يعني. طلعت ألمانيا كمان. وانتي احكي لي عن تجربتك. كانت تجربتي كتير قوية. اول اشي انا كنت مسجلة بجامعة تانية بعدين سجلت بالجامعة الالمانية فتت ولا بعرف اشي. اول محاضرة حضرتها هي الالماني فتحت امي وانا صافنة فيهم هم بشو بيحكوا. بعدين رحت قعدت مع الدكتورة اعطتني زي بري كورس لحالي وانا وكم من شخص ما كان حاضر لي بري كورس. بعدين بلشنا نمشي بالمحاضرات. اكيد اي واحد بسنة اولى رح يواجه مشاكل رح يواجه صعاب رح يواجه كتير أشياء. بعد هيك صرنا نشوف طلاب تعرفنا على طلاب أكبر منا بسنة فبتتعود على الشيء وبصير عندك خبرة خفيفة على الأشياء اللي جايتك من خبر الطلاب التانية. وجد كتير تحمسنا للتخريج وحمسونا للسفرة ألمانيا وكيف حتكون حياتنا بعد الجامعة. هلا بدنا نشوف أسئلتكم ونبلش بالأسئلة. تفضل رعد. هل السفر إلى ألمانيا متطلب إجباري أم اختياري؟ نعم فيما يخص السفر إلى ألمانيا يعني لأنه من اسمها هي الجامعة الألمانية الأردنية فالبعد الألماني بعد مهم فيها ولأنه إحنا بدنا الطلاب يطلعوا يكتسبوا الخبرات سواء الأكاديمية إنهم يتعرضوا يعني يروحوا يندمجوا في نظام أكاديمي مختلف عن النظام مع إنه الجامعة الألمانية عم تتبع نظام التعليم التطبيقي للجامعات الألمانية ومع ذلك هي عبارة عن خلينا نحكي بتغني الخبرات للطلاب لما يندمج في جامعة غير جامعته. هذا الشق الأول. ولأنه الجزء الثاني من السنة هو عبارة عن تدريب عملي كامل ويعامل الطالب في هذا التدريب وهو ما يختلف يمكن عن تدريب الجامعات الأخرى إنه بيبقى النظر للطالب عندنا في الجامعات لما يتدرب هو متدرب لكن في ألمانيا لما يتدرب في واحدة من الشركات الشريكة ينظر إله كموظف فبالتالي يوكل إله مهام مهمة من خلالها بتعلم المسؤولية الانضباط بالإضافة إلى الخبرة العملية. عشان هيك هذا بيؤدي لجوابي إنه السنة الرابعة هي سنة إجبارية إنه نقضيها بألمانيا وهي لفائدة الناس اللي إن شاء الله رح يلتحقوا بالجامعة الألمانية فبالتالي نعم هي سنة إجبارية يعني وليس متطلب اختياري. معدلات القبول بالجامعة عنا كيف عم بسألوا؟ هلا انا حجاوب. عنا بالديزاين ان فيجوال كوميونيكيشن لازم يكون ممكن يكون ادبي او علمي ويكون 70 فما فوق. بالاركيتكتشر والانتيرير اركيتكتشر علمي و80 فما فوق. ما متطلبات السفر بشكل عام في كلياتكم؟
الآن خليني بس أجاوب على السؤال اللي قبل لأنه هو كمان للكلية. الآن كليتنا لأنها كلية هندسية ينطبق عليها ما ينطبق على أي قبول حتى في الجامعات الأخرى، وأنه المعدل الأدنى يعني أنه يكون طالب حاصل على علامة 80 بالتوجيهي. الآن فيما بعد هلأ وين يتوقف المعدل هذا؟ بيكون بيعتمد على التنافس وحسب الطلب والديماند على التخصص، فهذا فيما يتعلق في القبول في الجامعة. الآن بالنسبة لمتطلبات السفر لألمانيا، في أكثر من متطلب. الآن في العادة الطلاب في كليتنا لازم تقريبا يبلش يقدم لحتى يسافر على ألمانيا في السنة الرابعة. هذا النظام المعتمد إنه الطالب يقضي سنة رابعة في ألمانيا، فبالتالي مع نهاية سنة ثالثة ببلش يحضر الأوراق ويقدم يعني يمشي through the process للتقديم لحتى يقضي السنة الرابعة. عشان هيك ببلش التقديم بعد ما يقطع الطالب في خطته الدراسية 108 ساعات، يعني هذا المينيموم. الآن إذا بده يأجل شوي هذا بيكون يعني حسب رغبة الطالب، بس مبدئيا لازم بعد ما يقطع 108 ساعات يجتاز المستوى المطلوب من اللغة الألمانية. في عنا احنا 6 ليفلز، لكن لما يجي يسافر على ألمانيا لازم يكون قاطع 5 مستويات من اللغة الألمانية، وطبعا لها تفاصيل اخرى ان شاء الله اللي بيلتحقوا بيعرفوها. وطبعا في المعدل الادنى للسفر عشان نكون متاكدين انه الطالب حاصل على مستوى اكاديمي يقدر يتابع فيه في الجامعات الشريكة، ومن ثم بيتم توزيع الطلاب بعد ما يحققوا الشروط يتم توزيعهم على الجامعات الشريكة حسب الرغبة والمعدل وما إلى ذلك. إحنا بالنسبة لكليتنا برضو requirements almost the same، بس الفرق إنه إحنا 103 ساعات. طبعاً لازم يخلصوا German level 6 ولازم يخلصوا B-Eins ولازم يخلصوا English level 5، في كتير أشياء، والمعدل يكون minimum 61 otherwise ما بيقدروا يطلعوا. هاي كلها أشياء الطالب هلأ ما يعرفها بسنة أولى وسنة تانية بصير يعرف، حتى في مواد معينة بسنة أولى لازم يكون مخلصها، إذا مو مخلصها ممنوع يطلع. ففي يعني في requirements منيحة، بس الطالب بسنة أولى بياخد orientation من فهمه بالعادة كل هاي الأشياء. أوكي. وعم بيسألوا شو خطة التخصص للinterior design؟ هلا زي ما حكيت it's interior architecture. الحلو فيه انه هن سنه اولى طلابنا بكل school of architecture and built environment whether design architecture او interior architecture سنه اولى بياخذوا كله مع بعض foundation year، بسنه تانية او يمكن تاني فصل تاني بصيروا بدهم يتخصصوا بالانتيرير، بياخذوا مواد different عن العمارة، بأنه مثلا ممكن ياخدوا product design furniture design تصميم عفش، بياخدوا lights، يعني في مواد بياخدوها، وكل الخطة موجودة بالويب سايت تبعنا German Jordanian University، موجودة بالschool of architecture، تقدر تلاقوا الخطة جاهزة وكاملة بالdetails المعينة فيها. بس هي برضو it's a 5-year course، لأنه في ناس تنصدم تقول لك لا 4 years، لا إحنا 5 years، لأنه أصلا عشان يسجل من إقامة المهندسين من مهم همها عدد الساعات وبرضو أن يكون 5 سنين، فإحنا 5 years course plan يعني. في سؤال من شيرين، is it necessary for students to travel and graduate in Germany at their last year؟ نعم. الآن بالنسبة للتخصصات الموجودة في الكلية عندنا، نعم في مجال للطالب إنه يأجل السفر ويسافر بسنة خامسة. يعني إذا حكينا عن النظام المعتمد واللي هو الجامعة بتحب تتبعه، خلينا نحكي الايديال كيس، إنه لا الطالب ينهي 3 سنوات ومن ثم يسافر إلى أحد الجامعات الشريكة في ألمانيا وبعدين يرجع يكمل سنة خامسة وبعدين يتخرج. لكن هل الأوبشن هذا أو هل هذا الخيار مفتوح للطلبة للتأجيل ودراسة سنة خامسة في ألمانيا والتخرج من هناك؟ نعم مطروح، ما يعني لا يوجد ما يمنع يعني أساسا. في عم بيسألوا في عنا مايكروترونيكس موجودة أكيد،
ما في أسئلة على اللايف. هل تتوفر منح لطلبة الماجستير بالجامعة؟ الآن إحنا عنا برنامجين ماجستير. خليني أبلش بالبرنامج الجديد اللي أشرت إله سابقا إنه راح يتم طرحه أو بداية التدريس فيه في شهر أكتوبر القادم إن شاء الله، اللي هو الهيومانيتيريان ووش. الآن هذا فيه مبدئيا منح للطلبة، لكن يعني راح نعطي منح للطلاب بالمقابل إذا إجانا عدد طلبات أكثر من المنح المتوفرة بالإمكان عادي رح نمشي بالقبول للطلبة. لكن نعم، متوفر منح لهذا البرنامج، وهي منح من مؤسسات عالمية بتعمل في القطاع المياه والصرف الصحي والصحة العامة. ممكن أعطي أمثلة عليها زي USAID، زي اليونيسف، في عنا المؤسسات اللي هي NGOs كمان بتدعم ورح تعطي منح للطلبة المتقدمين لهذا البرنامج. الآن فيما يخص الماجستير رقم 2 اللي هو شغال عنا بالجامعة أساساً، اللي هو ماجستير هندسة البيئة والطاقة المتجددة، نعم في منح من جهات مختلفة، لكن المنحة مش زي الماجستير اللي ذكرته سابقاً إنه المنحة تعطى للكلية والكلية بتمنحها للطالب. لا، المنح بتقدم لها الطالب بشكل مباشر، مثل إديوسيريا، ممكن عن طريق الجامعات الشريكة اللي بتدعم معانا مشاريع أصلا في الجامعة الألمانية، فممكن يتقدم لها الطالب بشكل مباشر. نعم، ما أعرفش المهندس ما هي فرصة من شخص تقدير ومقبول في الحصول على مقعد ببرامج الماجستير في الجامعة؟ بالنسبة للي حاصل على مقبول، نعم في فرصة انه يلتحق ببرامج الماجستير الان، لكن في تبعات لهذا الكلام. رقم واحد انه في شرط معين، انه في نسبة 20% للمقبولين ودرجتهم مقبول في درجة، يعني حصلوا على مقبول في البكالوريوس، فاحنا مسموح لنا نسبة 20% على ان يكون 10% من الاردنيين و10% من غير الاردنيين. الان بعد ما يتم قبوله، اذا كان من يعني موجود في هاي النسبة، بياخد مواد استدراكية، تمام، يعني نسميها Remedial Courses، 9 ساعات مواد استدراكية، ومن ثم بس ينهيها بيقدر يبلش في البرنامج حسب الخطة الدراسية طبعا المعتمدة. تمام. هل هناك فرص للسفر إلى ألمانيا لطلبة الماجستير؟ بالنسبة للسفر نعم موجود. الآن بالنسبة للبرنامج اللي ذكرته، اللي هو برنامج هندسة البيئة والطاقة المتجددة، سافروا طلابنا. طبعا بالنسبة للماجستير في نقطة مهمة لازم نوضحها، السفر إلى ألمانيا ليس إجباري للناس اللي في درجة الماجستير. السفر لألمانيا مش إجباري، هو اختياري. الآن هل ممكن السفر؟ نعم، وفي عنا طلاب أوريدي سافروا لألمانيا، عملوا رسالة الماجستير بشكل مشترك مع جامعات شريكة مثل هامبورغ، مثل برلين. في ناس سافروا أخذوا مواد، في ناس يعني درسوا مواد أكاديمية وعادلنا لهم إياها عنا، بس هذا بيتم من خلال شراكات إحنا معتمدة من الكلية. فنعم في فرصة، والفرصة هاي تحققت أصلا مع طلاب آخرين. دكتورة، هل بعد كلية العمارة عن الجامعة بيأثر على الأنشطة المنهجية والمواد الإجبارية؟ لا، ما بيأثر، لأنه إحنا عنا كل السيرفيسز اللي بتتقدم بالمين كامبس عم بتكون عنا كمان، والكل اللانجوجز، كل المواد بتنزل عنا كامل، فما عمرها أثرت على نشاطاتنا ولا على نشاطات الطلاب. بالعكس، إحنا لأنه بقلب المدينة، الكامبس تبعنا كتير فيه، كيف بدنا نحكي، يعني كتير حلو لطلابنا، كيف إنه
كيف يعني مش عارفة كيف بدي أشرح لكم، بس هو لازم يشوفوه عشان يقدروا يتخيلوا إنه كتير inspirational. يعني بشوفوا الأولد سيتادل، المبنى القديم، الرومانز روينز، يعني كتير كتير إشي حلو. وبعدين إحنا كتير integrated بالمنطقة اللي حوالينا، يعني نعمل فعاليات وبيشتركوا فيها الشركات الموجودة هناك، ومعظم الشركات والمحلات الموجودة هناك كتير creative، وكتير نعمل فعاليات مش بس مع الجامعة ومع اللي حوالينا بالمنطقة. يعني إحنا أصلاً جامعتنا وقت فتحت الكامبس تبعنا هناك أحيى المنطقة بزيادة. ما في ولا سؤال حالياً. هلا هيك بس كنت بدي بس أحكي إنه في ناس أظن سألوني قبل على امتحان قبول. إحنا كلية العمارة والبيئة المبنية دائماً كل سنة بنعمل امتحان قبول، وبكون very strict وبنعمل الامتحان، بعدين بنقابل الطلاب نتأكد إنه الطالب عنده هذا الحس الإبداعي عشان نقدر نقبله أو لا، أو إنه كتير حابب يدرس وليش حابب يدرس وكل هالأشياء. هاي السنة عشان الكورونا وجائحة كورونا قررنا إنه ما حيكون في امتحان قبول، هي أول سنة بتصير بتاريخ يعني وقت ما فتحنا. بس هذا كان إشي كانوا بسألوني إياه وحبيت بس أحكيه هلأ. شكرا لحضوركم معنا باللايف، وطبعا ما بننسى نشكر الدكتورة أروى والدكتورة روان لوجودكم معنا والإجابة على جميع الأسئلة. وما تنسوا بكرة راح يكون معنا خريجين باللايف ليحكوا لنا عن خبراتهم وعن حياتهم. طبعا راح نحكي عن ثلاث من أهم مراكز الجامعة: مركز الاستشارات والتدريب، مركز التأهيل البصري، ومركز اللغة الألمانية. كونوا معنا بكرة الساعة 5:00.